أنا ما عم صدق هالشي. يوم من الأيام هاد المطبخ اللي هون كان عم ترن فيه ضحكات كل الكناين اللي عايشين بالبيت، بس اليوم ما عاد في هالشي. لأنك أنت خربتي كل شي. ما حدا هون كشفك على حقيقتك إلا بعد وقت طويل، بس أنا الوحيدة اللي عرفت حقيقتك من أول يوم، وما انخدعت بهاد الوش البريء، وما حدا سمع لي بالمرة، وأخيراً اليوم الكل انتبه على غلطه، لأنهم عرفوكي هلأ يا آرتي على حقيقتك. أنت هي اللي دمرتي وخربتي هاي العيلة. عمتي معها حق بحكيها. اليوم بسببي أنا انهارت هالعيلة الحلوة. ياش بسببي أنا عايش بعيد عن أهله هلأ. بس أنا ما بعرف إمتى رح نرجع نلتم. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.